بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. عندما يتحدث السعدي عن مصر تسعد القلوب، وعندما يتحدث عن الأهلي تتراقص القلوب، وعندما يتحدث عن الخطيب تتعانق القلوب. السعدي هو حديث من القلب للقلب. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 582 من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة الاثنين اليوم تأتي في إطار أفراح أهلوية كبيرة جدا، ما بعد الثلاثية تبدأ الثلاثيات الجديدة، ومعها تبدأ أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقاله، مش قلنا لكم الأهلاوي مش هيسيبنا؟ الغربال في تأكيد المؤكد، شهادات تدهش التاريخ. بعضمة لسانه، ثلاثة ما بعد الثلاثية ابتدينا. الشموع الحمراء، رجل الاقتصاد والسياسة والأهلي. وأسرار الملك، في لافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن قبل ما ندخل فيه خلينا نقول يمكن بيفرض نفسه علينا جدا ما يحدث لمنتخب الشباب لكرة القدم الموجود في تونس، منتخب بيشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب. وإذا بتحليلات كورونا تكشف عن إصابة الكابتن ربيع ياسين المدير الفني و17 لاعب عينتهم إيجابية. من أسوأ المفاجآت اللي ممكن تقابلك في بطولات مجمعة. يعني أنت لما الرجاء جاله 16 إصابة ودي مباراة واحدة قدرنا نأجل الليلة، لكن وأنت في خضم خوض مباريات النهائيات مش عارف المشكلة دي هتتحل إزاي، مفيش مجال إنك أنت تأجل البطولة. لكن هو يبقى السؤال، كيف يعالج الاتحاد هذه الأزمة؟ هل الفورس ماجير أو الظرف الضاغط أو الطارئ أو الإجباري التي تعيشه البعثة يسمح بأن نعمل أي تعديلات، نبعت لعيبة مكان لعيبة بسرعة؟ مش عارف الحل إزاي، وياريت نتواصل مع حد. هو عشان نحط حضراتكم في الصورة، البطولة فيها 4 منتخبات هيتأهل الأول والتاني للبطولة، 5 منتخبات. المفترض بكرة 15 ديسمبر مصر وليبيا في ملعب المنزة، 18 ديسمبر مصر كانت هتلعب مع تونس في ملعب رادس، 24 مصر هتلعب مع الجزائر في المنزة، ومصر والمغرب يوم 27 بيتأهل أول وتاني لنهايات الأمم الأفريقية. كابتن ربيع ياسين المدير الفني، كلها منتخبات قوية جدا طبعا. دي تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب. كابتن ربيع ياسين كان مسافر معاه 26 لاعب، 17 لاعب منهم دلوقتي كورونا. نظام البطولة بيقضي حسب لوائح الاتحاد الأفريقي، لو معاك 11 لاعب سليم و4 احتياطي يعني 15 لاعب، دي نسبة قانونية لإقامة المباراة. ما معكش دلوقتي، هو ما معهوش هذا العدد، لكنه عنده النهاردة. بعد قليل هتظهر نتيجة المسحة الأخيرة، في ضوء النتيجة بتاعت المسحة الأخيرة النهاردة هيتقرر هل إن شاء الله تعالى شوفي العدد كله ولا لا، هل شوفي العدد اللي يسمح بقانونية المباراة ولا لا. في ضوء ما سيتقرر طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم، من هنا الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اتصال دائم بالبعثة علشان تشوف نتيجة المسحة الثانية، وفي ضوءها يتقرر البعثة ترجع أو تكمل، وإيه الوضع الطبي. نتمنى إن الأزمة دي تعدي، وعلى الأقل يبقى عندنا طبعا هتضعف من حظوظ المنتخب، مش عايز مناقشة، هي مشكلة كبيرة جدا، إنما ممكن جدا بس تؤدي اللي عليك، إنما ترجع من غير لعب دي يعني أسوأ النتائج. هو لو النتيجة طلعت إيجابية لا قدر الله أو للعدد الأكبر، ما عندكش فرصة للانتظار والاستمرار، ربما يبقى الوضع الطبي أو الصحي يفرض العودة. لا، لو انت لو 8 لعيبة، لان الكابتن ربيع نفسه مصاب، انت محتاج 8 لعيبة
والمدرب؟ معلش المدرب ما هو في معاه جهاز، مش هتتلغي عشان المدرب. انما انا بكلمك على الوضع دلوقتي، هو في ازمه كبيره. في مشكله بتقول ان الفريق مش هيخشه في احسن حالاته، لا يمكن يعني، ولا في نص احسن حالاته بالطريقه دي. صحيح. انما انت دائما تعول على الروح وعلى القتال، على كره القدم التي تعترف يعني بظروف. نتمنى ان احنا نسمع خبر قبل ما تخلص الحلقه، نعرف الموضوع ده هيتحل ازاي. طيب، على ذكر اتحاد الكره، كمان النهارده اتحاد الكره ابلغ النادي الاهلي بنقل مباراه الاهلي والمحله. المباراه هتتلعب يوم الجمعه، كان المفترض هتتلعب في استاد المحله. السلطات الامنيه في الغربيه اعتذرت عن استضافه المباراه، فبالتالي تقرر تبديلها. يعني الاهلي والمحله هيلعبوا في استاد الاهلي في السلام، على ان تقام مباراه العوده في ملعب المحله. ده خطاب اتحاد الكره اللي ابلغ بيه النادي الاهلي، وعلشان الناس بقى تسكت، لانه الناس بتتكلم اصل نقلوا الاهلي. لا، الاهلي ما هوش طرف، الاهلي اخطر من الاتحاد بعمليات التبديل. فرحب الاهلي على انه مباراه الدور الثاني ان شاء الله تبقى في المحله. ده غبابات، دمها تقيل وبتستخدم بطريقه شخصيه قوي. بالظبط. اللي عايز يقرب من الجماهير، اللي عايز يخدم على نفسه، اللي عايز بقت العمليه تجاره وشطاره اكتر منها رياضه يعني. النهارده لعيبه الاهلي خدوا مران استشفائي الصبح للعناصر اللي ما شاركتش امبارح في مباراه مصر المقاصه في افتتاح الدوري بالنسبه لبطل المسابقه، وبكره راح ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع مع مستر بيتسو موسيماني لترتيب المرحله اللي جايه وخطواتها، لانه الفريق هيلعب ماتش المحله يا باشمهندس، ثم يسافر مساء الجمعه في وقت متاخر الى النيجر علشان يبدا دوري ابطال افريقيا، وتبدا يوم الاحد مناشده العشرة يا اهلي. لا، ما خلاص العشرة يا اهلي اتقالت مع التتويج. ما حدش استنى. ايوه. ده يمكن كمان مستر بيتسو موسيماني بيحفز محمد شريف راس الحربه اللي شارك امبارح وظهر بحاله جيده علشان يعتمد عليه في المرحله اللي جايه. الجول اللي اتلغى يا استاذ ابراهيم. ايوه. لان جون صحيح من وجهه نظر ناس كتير جدا. واللي العجيبه بقى اللي بتدي يقول لك اصل مره يقول لك الدراع ما بتحسبش، ومره يقول لك اصل الدراع يعني حيرونا في امرنا. لكن هو جون اتلغى، لو اتحسب كان هتبقى انطلاقه قويه جدا لله. ده كان ابرز ما في دفتر احوالنا من اخبار سريعه وعاجله، لكن هناك دائما وابدا البدايه مع مقالي ومقاله. مش قلنا لكم الاهلاوي مش هيسيبنا؟ السلوجان اللي رفعته قناه الاهلي في تطويرها الاخير والجميل اللي بيدهش كل عشاقها ومتابعيها، رفع شعار الاهلاوي مش هيسيبنا. لكن كنت بتكلم انا والمهندس عدلي قبل الهوا، قال لي لا، ده غير الاهلاوي كمان ثبت انه مش هيسيبنا، لانه حجم الاقبال على مشاهده القناه والاقتناع والتقدير لرسالتها فاق حدود اللون الاحمر فقط. لا، انا بيجي لي مكالمات من كل حته، من مصر ومن خارج مصر. لا، الناس اللي عايزه تستمتع بخدمه جيده للرياضه فعلا بتتواصل معانا. طيب، اللي بره مصر، مهندس عدلي اشار للي بره مصر، لانه الحقيقه اتعملت مسابقه في التصويت على نجم العرب، والتصويت كان عربي من خارج الحدود. واذا بقناه الاهلي تاخد المركز الاول بين القنوات الرياضيه العربيه، والمصوت والمشارك والمتابع الجمهور خارج الحدود المحليه، خارج حدود الوطن. هي دي قيمه قناه الاهلي، وهي دي درجه نجاحات قناه الاهلي اللي من اول ما بدات بنهني الاستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركه استادات، والاستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه لايف اللي بتدير القناه، والصديق العزيز ايهاب الخطيب مدير عام القناه، والصديق باسم عزمي مدير المحتوى الفني، وكل القائمين على القناه الحقيقه اللي بذلوا مجهود كبير جدا حتى وصل الامر للفوز بجائزه نجم العرب. ودي مش اول جائزه. دي الجائزه الثانيه. ومش هتكون اخر جائزه ان شاء الله. انت لو عايز تستشعر قوه قناه الاهلي، تشوف حجم المتابعه بتاع البرنامج الاخير بتاع كابتن خطيب. هنجيله. لا، الحجم مرعب.
وده يقول لك ان قناه الاهلي محط انظار دلوقتي في كل انحاء العالم. يعني عايز اقول لكم انه القناه سجلت رقم قياسي في نسب المشاهده من اول ما اتقالي تلفزيون في مصر من عام 60 حتى الان، سجلت قناه الاهلي رقما قياسيا رائعا جدا في نسبه المشاهده في الحوار الكبير والممتد للكابتن محمود الخطيب مع الاعلام الاماراتي الكبير الاستاذ يعقوب السعدي. لكن خلينا في جائزه نجم العرب وكيف فازت قناه الاهلي بالمركز الاول في هذا التقرير. الاهلي بالنسبه لي دمي وحياتي وانا اهلاوي صميم يعني. مبروك للاهلي. في بيت بابا واحنا صغيرين جدا اطفال كان يعني اكتر حاجه بتخلي البيت سعيد اكتر من العيد اكتر من اي حاجه بتحصل في السنه لما الاهلي بيكسب. بابا ممكن يقعدنا شهر قدام في سعاده مش طبيعيه. يا رب الكره في مصر تتطور اكتر 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 لحد ما نوصل للحاجات الغريبه اللي بنشوفها بره دي ان شاء الله. الاهلي النهارده الف مبروك لقناه الاهلي برضه افضل قناه في 2020. واحنا كنا مع بعض برضو في مهرجان القنوات الفضائيه، ان شاء الله انا مع بعض في دير جيست، فان شاء الله خير يعني. والف مبروك للاهلي ولقناه الاهلي. الاهلي حبيبي طبعا. احمد اهلاوي وقال لي تبقى اهلاوي، قلت له يا عم انا اصلا ما بفهمش في حاجه. ربنا يا رب يفرحنا دايما ودايما النادي الاهلي فوق الجميع. انا مبسوط ان هو قفشه، كان قفشه هو اللي جايب الجون، فهو قفشه صاحبي وشيكابالا صاحبي جدا وحبيبي، بس انا قصدي بحب اصدر اللي هي الروح الحلوه دي، ان انا مش شايف ان لسه كاتب بوست النهارده على تويتر ان هو انا مش شايف يا جماعه التعصب ده يعني بيميزنا في حاجه، ربنا ادانا رحمه وعقول يعني. اهلاوي انتماء بس مش متعصب، انا ما عنديش، انا اصلا ضد التعصب، ما فيش حاجه اسمها يعني تعصب في رياضه دي مش قادر افهمها بصراحه، فانا متاكد ان الجمهور الواعي مش هيبقى متضايق مني في الاخر، لان هو الجمهور بيحب يعني عندهم عمرو دياب مثل زملكاوي هايل، محمد منير مثل زملكاوي هايل، فليه الجمهور الاهلاوي ما زعلش من الفنانين دول؟ يعني تهنئه من كل الحضور، معظمهم يعني مقرب مع النادي الاهلي، ولكن استوقفني طبعا التهنئه المقدمه من الاستاذ ايهاب جلال الاعلامي مش المدرب، اللي هو مدير قناه النهار او المشرف على قناه النهار. لان دي ما تجيلك اشاده من راجل مهني يبقى هو ده الجول. هنشوف حتى محمود عدل وايهاب الخطيب وباسم عزم وهم فرحانين بالجائزه، لانه يا جماعه هي دي ثمره اي مجهود، بالذات الجوائز اللي بتبقى جايه نتيجه استفتاءات، راي الجمهور، راي المتلقي، راي المختص، راي المشاهد، هو ده في النهايه المستهدف. فلما يبقى عنده هذا التقدير لهذه القناة أو لهذه الشاشة أو عنده هذا الشكر وهذا الامتنان للمجهود المبذول بيلخص في النهاية في هذه الجائزة. ألف مبروك لأسرة القناة ولكل القائمين عليها، وقبل الجميع جمهور الأهلي، لأنه لولا جمهور الأهلي ما كانتش هذه الجوائز ولا كانت حتى هذه الحفاوة الكبيرة جدا بالحوار اللي المهندس عدلي أشار لكم إليه، اللي سجل رقم قياسي تاريخي في تاريخ المشاهدات المصرية عبر الشاشات المختلفة. الكلام ده مش رأينا وما تقالش على شاشة الأهلي، على شاشة صدى البلد الأستاذ أحمد موسى أجرى مداخلة مع الإعلام الإماراتي الكبير يعقوب السعد اللي كان نجم هذه الليلة وعريس هذه الفرحة. نشوف أحمد موسى مع يعقوب السعدي والأهلي دايما موجود. لقاء الخطيب كان متفق عليه مع الشكل الجديد للقناة ومصرش اللقاء بسبب كورونا طبعا وكنسل وتأجل، فما فيش وقت أفضل من بعد النجمة التاسعة. يعني إيه اللي اتحذف من الحوار؟
ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. اكتر حاجه اثرت في حضرتك ايه في هذا الحوار؟ مؤمن كلنا تاثرنا. مؤمن والحاجه المفرحه في موضوع مؤمن ان مؤمن متفائل جدا وعنده قوه وعنده مره عن 1000 راجل. رتبت ازاي موسيماني؟ هو سعيد وفخور وحلمه كان يدرب فريق زي الاهلي. يعني انا لما قلت له انت كنت تدرب فريق كبير برضه سان داونز، قال لي سان داونز امام الاهلي، لا الاهلي اكبر نادي في افريقيا. فهو يعني بالنسبه لي يوصف لي سجله انه درب الاهلي في نهايه اليوم. يعني جمهور الاهلي دايما عايز يفوز، يعني مفترض في الكوره مفيش حاجه اسمها كده، ولكن هو جمهور الاهلي كده. صح، جمهور الاهلي قال لي كده، وحتى موسيماني قال لي انا خلصت الفوز طالع برا. قال لي الجمهور عاوز النجمه تسال العشره. صح. الكابتن خطيب، خليني ارجع لحوار الكابتن خطيب، لانه كان يعني هل كان اتفقتوا على اسئله ولا كل الاسئله ولدت اللحظه زي ما هي اتذاعت كده؟ يعني كان في حاجات كابتن بيبو مثلا قال لحضرتك بلاش المنطقه دي بلاش الحته دي؟ لا، ولا خالص ولا حدد لي ولا كل حاجه كانت ولدت اللحظه. بس الخطيب كان يومها كان متجلي، كان صح، كان صراحه يعني انا بالنسبه لي انا اشتغلت مع الخطيب فترة من الوقت في برنامج القاهرة ابو ظبي. بس الحوار بتاعه كان افضل حوار اعمله مع الخطيب. وحضرتك مع الكابتن محمود الخطيب، الخطيب كان امبارح زي ما بقول كده ما جابش سيرة حد، هو كان مصر رجل دولة، نادي الاهلي، جمهور، تدريب، يعني هو مش شاغل نفسه بحاجات كانت بتحصل حواليه، مركز مع النادي. هو الخطيب كده، الخطيب كده، واعتقد شخصيات الاهلي كده، وده الصح. انت قبل شويه كنت تتكلم يا اخي انا انشغل بنفسي، انشغل بالخطيب يقول لك انا عاهدت الجمهور الاهلي اني لما اترشح، وعاهدت الاعضاء ان وقتي كله يكون لخدمه النادي. نعم. احنا يمكن كجمهور مهتمين بفريق الكره وبنتائج فريق الكرة، لكن في طفرة على مستوى الإنشاءات شكل في النادي الأهلي. ده شايفينه وملاحظينه. يعني أهم سؤال، هو الخطيب ما جابش سيرة حد خالص غير الأهلي وشغله. النقطة دي أنا عايز أتوقف عندها أستاذ إبراهيم، لأن الحقيقة انت لما يكون عندك حاجة تقولها ما بتجيبش سيرة حد، انت مشغول بإنجازك، مشغول بتفكيرك، مشغول بتخطيطك، مشغول بتحقيق أهدافك، مشغول بحل مشاكلك، لكن اللي بيجيب سيرة غيره باستمرار ده ما عندوش حاجة يقولها، ما عندوش خيره، لا بيضطر يتكلم على غيره. يعني طيب، وده اللي احنا عايزينه، الشيء اللي يخلي الناس اللي بتسأل على التعصب ايه اللي يخدع التعصب؟ ان كل واحد ينشغل بنفسه، ملوش دعوه بغيره. نقوم نخدع على التحفيل ونخدع على اضطرارك للرد. انت بتضطر ترد يا استاذ ابراهيم، لان الناس عايزه تغير تاريخ، فبتضطر ترد عليهم. طب لو هو انشغل بنفسه بس، ايه المشكله؟ هنسعد جميعا، ورب نسعد جميعا. الجديد في الموضوع او الخبر اللي نخرج بيه من هنا ان الاستاذ يعقوب الساعدي يعني هيعمل برنامج اسبوعي باذن الله، مقيم باذن الله. طيب، فكره بقى ازاي انا بقدم مصر في الصوره اللي تستحقها، وازاي افرج الناس بره على الصوره الحقيقيه لمصر، وازاي لما انا بتكلم على القوى الناعمه بيمثلها النادي الاهلي بالتزاماته وبقيمه وبرجاله. الاستاذ عصام السباعي كتب في الاخبار على تعليقا على حوار الاستاذ يعقوب السعدي من المنظور الوطني المصري. قال عصام السباعي: كنت اتخيل ان الحلقه احتفاليه رياضيه بثلاثيه الاهلي، ولكن الاعلامي الاماراتي يعقوب السعدي قدم احلى واجمل مقدمه استمرت 17 دقيقه عن مصر، حدوته الزمان وعبقريه المكان منذ فجر الضمير وحتى الان، وجمال ارضها وشعبها ورئيسها،
سبق وغنى حسين الجسمي لمصر وأبدع بالألحان. أما كلمات السعدي فلا تحتاج إلى لحن، لأنه غزل لها بخيوط من الحب والصدق نصيحة اسمعوها. ما ده يعني ده اللي خلاني اخترت ان الدخلة او الانترو بتاعي يكون مصر. يكون ما قاله يعقوب السعدي عن مصر الاهلي الخطيب بالترتيب كده، لانه الحقيقة ما تحدث عن مصر انت تبقى فرحان، تبقى بتسعد، ينشر لك طاقة ايجابية طبعا، يخليك تشوف مصر في اعين اخواننا الاخرين المنصفين، مصر الحضارة ومصر التنمية مع بعض المنصفين عندما تحدثوا عن مصر يطمنوك عليها، صحيح، يخليك فرحان قد كده هم شايفين مصر. ولذلك الانتقال الى حديث عن الاهلي طبعا في هارمونية وغزل، جزء من كل جزء من كل، اما الحديث عن الخطيب فقد اتى منصفا لراجل عاش ازمات وتغلب عليها، صحيح. عشان كده حتى في الاستفتاءات السنه دي ما شاء الله ما من استفتاء اجري بين الجماهير او بين النقاد الا وكان الاهلي نمبر 1 وكان الكابتن محمود الخطيب ذا فيرست. الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي تسلم جائزه وشوشه عن كابتن محمود الخطيب احسن رئيس نادي. جائزة أفضل رئيس نادي عام 2020 محمود الخطيب، ويتسلمها الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة. بشكر القائمين على الحفل كله، الاستاذ علاء الكحكي والاستاذ احمد الهواري وكل من ساهم في انجاح هذا الحفل. كل التحيه والشكر لجمهور النادي العظيم، جمهور النادي الاهلي. يعني انا واقف نيابه عن كابتن محمود الخطيب، ده موقف طبعا يعني بيخليني بحس بالاجلال لرمز من رموز مصر، مش مجرد في الرياضه بس. كابتن محمود الخطيب في حياتنا زي ام كلثوم، زي عبد الحليم، حاجه مبدعه. كابتن محمود الخطيب بعيدا عن نجاحه الحمد لله كلاعب موهوب في تاريخ الكره المصريه، وكاداري ناجح وكقيمه، فهو اخلاق تمشي على قدمين. كابتن محمود الخطيب اللي ما لا يعرفه الكثيرون ان هو حصل على 62 بطولة سواء لاعبا أو إداريا. تحية خاصة لكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الأهلي العظيم. أنا دايما بقول أن كابتن محمود الخطيب واحد ممن أسهموا في زيادة شعبية النادي الأهلي، فكل التحية لي. يعني هو تحدث كما ينبغي عن الكابتن محمود الخطيب زمالك وعضو مجلس اداره، وشعر بقيمته، وشعر ودي اللي بحبها بقى في مجلس اداره النادي الاهلي، دايما هذه اللحمه وهذا التقدير المتبادل، كل واحد عارف دوره، كل واحد يعني ما بيحاولش يعني زي ما بيقولوا يخطف الكاميرا هو، العمل الجماعي هو البطل في النادي الاهلي من مجلس الاداره حتى فريق الكره. وعشان كده مش من فراغ ان يكون الاهلي احسن نادي وفرقته احسن فرق، فاكتر من استفتاء على طارق قنديل ياخد نفس الجائزه في نفس الحفل، جائزه وشوشه للاهلي احسن نادي. كلمه ختاميه اتفضل يا فندم. لا قدرت يوم ظروف تحت. طبعا من دواعي الفخر والسرور ان اتسلم جائزه النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، نادي الذي يتمتع بالجماهيريه العظيمه، اعظم جمهور في الكون، النادي الحاصل على 140 بطولة رسمية في تاريخه،
منها 21 بطولة قارية و42 دوري عام و37 كاس مصر. تحية كبيرة للنادي العظيم. لا وجاي مذاكر. لا راجل بنكير كمان حافظهم لهم بالرقم. لا شيء يشعرك بالزهو طبعا. صحيح. تلب جايزتين افضل نادي وافضل رئيس نادي مؤكد في جدارة يعني. صحيح. هو ده الاهلي. وهي ديت ثمرة مجهود شاق جدا، ثمرة الالتزام، ثمرة الانضباط، ثمرة الحفاظ على تقاليد وقيم النادي الاهلي، بتفضي الى ثلاثية وكل جوائز التميز. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم في الغربان. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا واحده من ثمار هذا الانتشار الكبير جدا والثقه في الاهلي وفي منظومه النادي الاهلي تاتي المتابعه العربيه من كل مكان، عشان كده كان هناك كلام كبير ومهم في الغربال. في تاكيد المؤكد شهادات تدهش التاريخ، تدهش التاريخ وتعبر حدود الزمن وتتجاوز الجغرافيا يا باشمهندس. إذا اتكلمنا على الأهلي وحجم التفاعل الكبير من عشاق الأهلي في غزة وفلسطين في كل ربوع الوطن العربي، علاء خالد وأسامة عمر وضياء وكل وخليل وكل الإخوة الأصدقاء في غزة، شوف ما يحدث في الخرطوم، شوف ما يحدث في الإمارات بكل إماراتها السبع، شوف ما يحدث في الدول العربية وما يحدث في اليمن الشقيق. أنت لازم تشارك في برنامج العباقرة بالتاريخ والجغرافيا والعلوم، وانت عمال تتجول وتجيب لنا الحقيقه. لما كنت بقول في مقدمتي باستمرار اينما كنتم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، اينما كنتم واينما انت ومين انتم، ما كنتش قصير على الاهلاويه. هذا الانتشار الواسع لقناه الاهلي اللي عماله تطلع الاولى في كل الاستفتاءات وملك وكتابه تحديدا، ها أثمر ثمار. قول لنا إيه الموضوع بالظبط. ليه أنا بقول لكم في تأكيد المؤكد، الأستاذ الدكتور عادل علي عمر في جامعة زمار بالجمهورية العربية اليمنية اختص ملك وكتابة بمقالة مهمة في تقديرنا وفي تقديره طبعا عن النادي الأهلي بمناسبة هذا الزخم العربي الكبير جدا اللي بيحيط انتصارات الأهلي وتتويجاته. الأستاذ الدكتور عادل علي عمر أرسل إلينا هذه المقالة بعنوان لا صوت يعلو فوق صوت الأهلي، شوفوا قيمة الأهلي وشوفوا القوة الناعمة يعني. بالضبط أستاذ دكتور. بيقول الأستاذ الدكتور عادل علي عمر، بعد تتويج الأهلي بنهائي القرن لبطولة دوري أبطال أفريقيا لم تعد التاسعة بتوقيت الأهلي توقيتا محليا للقاهرة وضواحيها للمنافسات الرياضية فحسب، بل أضحت كل المسابقات الرياضية وإنجازاتها وبطولاتها تعرف بالتوقيت الأهلاوي وليس جرينتش. بيقول وحين يصل ناد بحجم وعظمة وعنفوان كيان كبير اسمه الأهلي المصري للرقم 42 تتويجا ببطولة الدوري المصري وبفارق 30 لقبا عن الوصيف ومن إجمالي 61 بطولة دوري أقيمت، فإن هذا الإنجاز والإعجاز في آن واحد يستوجب الإنصاف لهذا النادي العالمي والمؤسسة الدولية باعتماد تقويم جديد للسنوات وللقرون اسمه التقويم الأهلاوي، تدون من خلاله البطولات والإنجازات الرياضية العالمية على غرار التقويمين الهجري والميلادي. التقويم يعني الأهلاوي الرياضي ينظر إليك عبر الحدود من أستاذ جامعي في جامعة زمار. له يعني راجل من بره شايف الصورة من بره. بيقول الأستاذ الدكتور عادل علي عمر، وبات الأهلي بعد إحرازه كأس مصر وللمرة 37 تحديدا وبما لا يدع مجالا للشك المقياس المعتمد لدى المنظمة العالمية للسعادة الرياضية لقياس درجات الحرارة عوضا عن القياس بالدرجة المئوية والفهرنهايت. وبيقول وبعد إحرازه بكل جدارة واستحقاق للثلاثية التاريخية الثالثة وكمان يلم شمل الشمس والقمر والمطر في وقت واحد، أثبت الأهلي أنه بحق روح مصر وفؤادها النابض، وأنه نادي القرن المنتصب كأهرامات مصر وزعيم القارة المتربع كأبي الهول وأيقونة أندية العالم كنقش فرعوني خالد ومصدر سعادة المصريين والعرب والأفارقة
ومحبيه في كل العالم. ده هو بقى ايه راح لمنطقة زاهي حواس صدقوا. بيختتم الأستاذ الدكتور عادل علي عمر مقالته بل إنه بإجمالي بطولاته التي تختزل الزمن وتدهش التاريخ وتتجاوز حدود الجغرافيا أكد المؤكد وأثبت المثبت ورسخ المرسخ أنه وبالإنجازات والبطولات وبالتاريخ وبالتطوير وبالمبادئ وبالأخلاق وبالقيم وبالشعبية الجارفة في كل دولة ومحافظة وقرية وحي وحارة ومنزل على وجه المعمورة لا صوت يعلو فوق صوت الأهل المصري. يعني هو طبعا أفاض واستفاض وودى الأهل حقه، ونرجع نقول برضه عشان اللي هياخدوا الشعارات دي ويكلموا فيها، نحن نتحدث عن قيمة الأهلي في أعين عشاقه فقط، محدش ياخدها في حتة تانية. احنا فرحانين بالنادي الأهلي قوي، فخورين ان الناس شايفانا كده، ونتمنى باستمرار نكون على قدر هذه الثقة. هذه الثقة أسفرت أو أثمرت هذه البطولات في الثلاثية. اقترب الأهلي أو دخل الأهلي تحدي جديد وهي مباراة السوبر الأفريقي. الاتحاد الأفريقي أجل المباراة ولم يحدد موعدا نهائيا لها بعد، قال إنها هتتلعب في العاصمة القطرية الدوحة، لكن حتى الآن ليس هناك تثبيت لموعد إقامتها. انت عارفين كأس العالم للأندية في الدوحة أيضا من 1 ل 11 فبراير، كان المفترض تقام بطولة السوبر نهاية ديسمبر، هل هتقام نهاية ديسمبر، هل تقام خلال يناير قبل كأس العالم ولا لا؟ الأمر حتى الآن غير واضح، وده خلى الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال هليل يكتب عموده في الجمهورية تردد وتردي الكاف، تردد وتردي الكاف، وبيقول هل الكاف أصبح مباعا ومباحا لدى الدول الأفريقية على حساب دول أخرى، ويشير في مقالة مهمة له إلى حالة الارتباك في تحديد المواعيد، وبيقول الكاف هو الذي أخطأ لتضاف تلك السقطة إلى سباق سقطاته السابقة بعد أن تدهور العمل الإداري والتنظيمي، وأصبحت اللجان تعمل حسب مزاج صاحب الاتحاد بعد رحيل أحمد الذي صنع منظومة الفساد وفاق عيسى حياته بمسافة أكبر وأوسع. ويتحدث عن ارتباك المسابقات في طيب على ما يتلعب السوبر، موقفنا ايه دلوقتي؟ الاهلي نادي القرن العشرين، في القرن الجديد بعد 20 سنة الاهلي نادي القرن 21 في افريقيا 21. الجدول ده بعد نهاية بطولات هذا الموسم بشكل منفصل، يعني ده حساب القرن الجديد منفصل عن القرن القديم، بس في خلال 20 سنة من القرن 21 الاهلي بنفس النظام في الحساب النقاط، الاهلي الاول ب80 نقطة، مازيمبا الكونغول الثاني عنده 58 نقطة، الترجي التونسي الثالث 56، النجم الساحلي 55، الزمالك الخامس برصيد 34 نقطة، والوداد 34، والرجاء 29 متساوي مع انيمبا وبفارق نقطة واحدة عن الصفاقسي، والهلال السوداني 25.5. دول العشرة الأوائل في القرن الجديد في 20 سنة الأولى من القرن الجديد. طب لو خدنا 80 نقطة وضفناهم على حساب القرن الماضي، المجموع التراكمي للقرنين مع بعض يدينا جدول شكله ازاي؟ في الاتحاد الأفريقي برضو الأهلي الأول، هنلاحظ انه تقريبا الثلاث مراكز الاولى هي، يمكن الترجي قفز في التراكمي على مازيمبي، لكن الاهلي الاول 120 نقطة، الترجي الثاني 83 نقطة، مازيمبي 78، النجم الساحلي 74، الزمالك الخامس في الحالتين عنده 71 نقطة، اسك 47، والرجاء البيضاوي 46، وكوتوكو 45، والوداد 44، والعاشر شبيبة القبائل 41 نقطة. ده الجدول التراكمي لحساب القرنين، القرن نتائج القرن الماضي والعشرين سنة الأولى من القرن الجديد، والتي يقبلها الجميع ولا يحدث أحد عن المعايير الآن. نفس المعايير مدهش عشان تعرف إنها مجرد يعني أهو نوع من يعني الجدل، إن حتى الذين أثاروا جدل لم يتحدثوا مرة أخرى عن هذه المعايير في القرن 21.
هي دي المعايير. وبمناسبة المعايير، في قضية أثيرت كده خفيف الفترة اللي فاتت حوالين نادي القرن والحقوق التسويقية ليه. يا جماعة ببساطة شديدة جدا، النادي الأهلي لما لجأ للنواحي القانونية لجأ لها كخبير تسويق باشمهندس حفاظا على القيمة التسويقية له، عنده علامة تجارية مسجلة في كل الأطر الرسمية والقانونية. فالأهلي بيدافع عن حق، مش بس حق أدبي وهو مهم، ولكن حق اقتصادي يمثل إضافة نوعية مهمة في حقوقه التسويقية، بدليل أنه طالب تعويض. بالضبط، طلب تعويض حفاظا على حقوقه لكن التسويقية. احنا يعني مش عايزين نخش في التفاصيل لأن كل الأطراف أنكرت أنها أثارت هذا الموضوع. فدعنا الآن، ده في المحكمة الاقتصادية، دعنا الآن إلى أن يحكم في هذا الأمر. هذا هو الأمر برمته، لكن زي ما قلت لكم الأهلي المستمر جدا في إسعاد جماهيره، في إسراء حركته الرياضية، هناك كلام كبير جدا بعظمة لسانه بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. احتفلنا أو لازلنا نحتفل بالثلاثية. ما بعد الثلاثية بدأ الأهلي رحلة البحث عن اللقب الثالث بعد الأربعين في الدوري، فاختار للبحث عن اللقب الثالث بعد الأربعين أن يفوز بالثلاثة في بداية الدوري. عشان كده كان هناك كلام كتير بعظمة لسانه. ثلاثة ما بعد الثلاثية ابتدينا وكل دوري وانت طيب يا باشمهندس. بص، أهمية انك تكسب ثلاثة بعد ما دخل فيك الجون، الحقيقة عملت حاجة ما بعملهاش كتير، دخلت في الهاف تايم بقى أما سمعت ان الاهلي دخل فيه جون لقيت نبرة تفاؤل، اتشجعت انك تتفرج. لا يعني ايه اللي حصل، ازاي ده كان وان سايد جيم. المهم لقيت نبرة تفاؤل وصلت، هنكسب ثلاثة، في اكتر من حد كتب هنكسب ثلاثة. لكن هو أهمية انك تكسب ثلاثة ايه؟ انك انت تتحط في صدارة الجدول. ايوه، ولما بتبتدي في صدارة الجدول بيبقى عندك حاجة معنوية انك تكمل على هذه الصدارة. الجون اللي جه فيه جون غريب جدا، هنتكلم عليه طبعا، من اعجب الاهداف يعني اللي ممكن تخش، لان هو هنشرحه في ساعتها. المباراه مكان اهي الكره دي سقطت. اتفضل علق. في زاويه هتبين لك هو ما لعبش، هي محمد شريف نط واخطا الكره لانه هو سبقها، فعدت من وراه. جابها لنا تاني. نزلت على كتف اللاعب، وما لعبهاش، فمحدش ليه حتى يشترك معاه. هو لو قفز كان حد نط معاه، انما وقعت على كتفه، خبطت في سن في كتفه وراحت في اقصى الزاويه. فهو هدف الصدفه. والهجمه الوحيده اهي في كتفه، يعني نزلت على كتفه. ولما تشوف محمد شريف اللي بالمناسبة أرى أنه بدايته كانت كويسة، وده اللي قاله له موسيماني، يعني ما تقلقش بدايتك، كان بينصحه يعني يعمل إيه. أيوة كده، سهل واحد واحد. فالمهم أهي شفت الكرة، لا ما جاتش واضحة من هنا، كان حد المهم هي سقطت على كتفه، ترتطب بكتفه وتغير اتجاهها إلى المرمى. يوم يخش ثلاث أجوان مرتين ورا بعض، يعني في الغاء، لاينز مان بيرفع الرايه. الفار اول مره عداها، ثاني مره حسبها، ولو ان انا شايف ان الكورتين لاجوان. فكان مهم نكسب ثلاثه. جه بقى جون عمرو سولية، جون بلسم. صحيح. طيب الاسبوع الاول للدوري، هيجيب لك الجون الثاني اهو، شوارب ثاني. ثاني. يعني خلاص كفاية. الأسبوع الأول الأهلي فاز وتصدر، فاز على المقصة 3-1. أسوان فاز على إنبي 1-0. طلع الجيش تعادل مع الجونة 1-1. سيراميكا كليوباترا فاز على الإنتاج الحربي 2-0. البنك الأهلي تعادل مع وادي دجلة 1-1. الزمالك فاز على المقاولين 2-0. الاتحاد فاز على بيراميدز 2-1. والمصري تعادل مع الإسماعيلي 0-0. وتقام الآن المباراة الأخيرة في هذا الأسبوع سموحة مع غزل المحلة. عايز أعلق بس بسرعة
حتى الان النتيجه 0-0. الفرقتين الصاعدتين والثالثه بتلعب. ايوه هنعرف هتعمل ايه. يعني الحقيقه قدموا اوراق اعتماد جيده جدا، وخصوصا سيراميكا كليوباترا اللي هو يعني الانتاج الحربي فرقه مخضرمه. صحيح. بس هي يعني زي قلت ايه، ما عوضتش في او ما دخلتش سباق تدعيم بنفس قوه سائر الانديه. بس سيراميكا كليوباترا داخل مستعد، ادى اداء ولا اروع، كره حلوه وفوز بجداره الحقيقه. صحيح. الوافد الاخر كان كان متاخرا اللي هو البنك الاهلي بهدف، ولكن استطاع في الوقت الحرج جدا يتعادل، انه يقدم خطاب ضمان. يقدم خطاب ضمان. فاصبح كمان لازم يتعمل حساب الفريقين دول. المحل لحد دلوقتي صفر متعادل مع سموحه. مع سموحه. فبرضه شكله يعني يعني الفرق بعد 60 دقيقه يعني ما هياش الفرق اللي طالعه عشان تفكر تهبط. طيب الاسبوع الثاني بقى الاربع ان شاء الله، اسوان مع الجيش، سيراميكا كليوباترا مع البنك الاهلي. مش عايز تعلق على فوز الاتحاد على بيراميدز وادي دجله. اتفضل. يعني الاتحاد انا قلت لك ان ده بالنسبه لي الفريق اللي اتوقع منه مستوى مختلف جدا السنه دي. مجموعه من الصفقات الهائله مع استقرار اداري، مع استقرار مادي بيوفره لهم الاستاذ محمد مصلحي، عشان نشهد جول مبكر للبيراميدز، ولكن تعادل مثير جدا باجمل اهداف مش الموسم ده، الموسم ده واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه. جون بطريقه ميسي. ايوه. عمار حمدي. عمار حمدي. يحرز هدف ولا ابدع. جون بديع جدا، مهاره فرديه على طريقه ميسي. وهو عمل كذا لمحه في الماتش. الجون كان جميل جدا جدا جدا. ثم خالد الغندور يحقق الفوز للاتحاد السكندري اللي هو برضه قال لنا انا جاي مش ههزر السنه دي. دي كانت نتائج الاسبوع الاول. زي قلت لكم الاسبوع الثاني يوم الاربع اسوان مع الجيش، سيراميكا كليوباترا مع البنك الاهلي، ووادي دجله مع المقاولين. يوم الخميس في ثلاث ماتشات، الجونه مع المصري، الاسماعيلي مع الانتاج، وبيراميدز مع الزمالك. يوم الجمعه ان شاء الله تختتم مباريات الاسبوع، المقصه مع انبي، والاتحاد مع سموحه، وغزل المحله مع الاهلي في ملعب الاهلي وفي السلام. مهندس عدلي اشار الى وقائع التحكيم في افتتاحيه الاهلي للدوري، وخلينا نمسكها مع بعض واحده واحده. نشوف الكابتن احمد الشناوي في تحليله التحكيمي لاداء ابراهيم نور الدين في مباراه الاهلي والمقصه. الحاله الاولى وهي ركله الجزاء. ركله الجزاء طبعا يعني عايز اقول ابراهيم نور يعني رائع، احتسب وطبعا لم يذهب للادي ادي ادي الخطا اهو. نعم. مش جسم حارس المرمى خد الرجل الخلفيه للاعب النادي الاهلي هو كهربا، منعته من التحرك، اسقطته خلاص. ركله الجزاء صحيحه من هنا بينات والفار يعني اكد له قراره، وانا شايف من المباريات الهائله اللي عملها ابراهيم. نيجي هنا للهدف بتاع شريف محمد شريف هو اللي اتلغى. طبعا يعني انا عايز اقول عشان بس ثانيه واحده يا كباتن، نقول ان اللي بيقوم بعمليه الرسم الخط والحاجات دي مش الحكم. يعني الاوبريتور اللي هو معاهم الراجل زي المخرج او المهندس اللي بيبدا يعمل لهم خط التسلل عشان الناس ما تظلمش الحكم اللي قاعد على الفار. فطبعا عمل الخط بشكل بين له ان لاعب النادي الاهلي في حال موقف تسلل، لكن اهو احنا دلوقتي هنشوفوا انا عملت ايه. شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا. شوف الخط لما يطلع الثاني هنمشيه على خط المنتصف. هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو، شارب معاه بالظبط. اذا الخط ده لا معوج يمين ولا شمال. مع خط يرجع تاني هنرجعه تاني اهو مع اللعيب. فين التقدم للاعب النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه. بكتفه فين؟ اذا كان اللي هو مش معدي ده ايده نازله والقدم. انا بقول لحضرتك ما هو الاعتقاد ما هو لا هو اللي عمل له خط تسلل عمله له بشكل خاطئ، هو ده السبب. لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100%. يعني شوفوا اللعبه دي، بصوا اللعبه دي. شوف احمد نوفل واقف فين.
مع الخط شرم. مين اللي مغطي التسلل؟ قدم اللاعب ده. نعم. شايفينه القدم هنا اهو. طب خليني بس اسالك، لو انه ايد قفشه تسلل ايده، هي الايد يجيب بيها جول يا فندم؟ ما انا بنجاوب بس للناس، انا ما انا ما انا بسالك الايد بيحرص بيها هدف؟ لا. اذا دي عاقبه ازاي بالتسلل؟ تمام، يلا ناخد شوف الحاله بقى دي. الحاله دي طبعا انت هتقولي تميز بقى. شوف اللعبه بقى هنا، قدره الحكم المساعد في اللعبه اللي جايه دي. لما بتترفع واحنا انا عاملها فريم فريم، ادي خط التسلل واثنين عليهم اكس، مظبوط، الاثنين متسللين. وبعد كده المساعد شوف واقف ازاي مع الخط، تمام، واقف ممتاز. شوف اللاعب اللي جاي من ورا، شوف السهم اللي بيطلع بعد كده هيمشي في الحته دي. هنا بقى الكره بتترفع، هتبص تلاقي اللعيب السليم اللي هو اللي جاي عمرو السوليه، عمرو السوليه هيجي يجيب الجول. نعم. هنا بقى التميز بقى نرجعها تاني، لان هو ما رفعش. طبعا هي دي، لان ما رفعش، انتظر، عمل عمليه اللي هي الويت اند سي، استنى عشان يشوف مين اللي هيلعب. نعم. في تداخل من المتسللين؟ مفيش. نعم. حد من المتسللين لعب الكره؟ مفيش. اللي لعب مين السليم؟ ادى هدف. نعم. اذا النهارده حتى الفار لما جه يشيك لقى كلامه مظبوط. نعم. شوف الاجوان كلها صح، اللي هيقول لك الكتف والفانيلا والشراب والكلام ده، لا ده في على الاقل نص يارده، ها، ساعه اللعبه ما ابتدت لما تحط ادي جون شريف. شوف رجل اللاعب كانت فين؟ بعيده خالص، بنفس دي اوضح من الاولاني من الثانيه، وجابها الحقيقه باسلوبه الخاص برضه شريف، ما تسرعش اللعبه في جسم اللاعب، وسع لنفسه وحطها بهدوء جدا. بيشي بامكانياته. طيب رايك في حته الفار؟ لان الحقيقه انا شفت رايين. انا قلت رايي قبل الفار. ارجع بقى للسنه اللي فاتت، قلت لك الفار لن يحل المشاكل. عنصر بشري. لان مين اللي هيديره؟ العنصر البشري. ما احنا رجعنا للعنصر البشري. هنقبله من الفار بقى ولا هنقبله من الحكم ولا الحكم الخامس اللي كان بيقف يشارك في الالعاب ويتجاهلها؟ طب في بدايه موسم جديد يا باشمهندس، ما تيجي ندعو الى التسليم بالفار؟ يعني انا عجبني راي الكابتن عصام عبد الفتاح، قال بغض النظر ليا راي ماليش راي، في النهايه تم الاحتكام الى تقنيه الفار، والناس بعد ما شافت الواقعه من اكثر من زاويه بقى استقرت لكده، وهو فما عادش استشاري بقى حاسم. استاذ ابراهيم، في التنس وفي الكره الطايره بي 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 بيجيبوا لقطه تلفزيونيه لما يحصل احتكام، بيسموها تشالنج، بالظبط، تحدي يعني. أنا عايز أتحدى القرار بتاعك ونرجع للتلفزيون. ما الحكم ملوش رأي خلاص. في صورة. هو إيه الفرق بين الاستوديو لما كانش قبل الفار؟ إيه الفرق بين الاستوديو والحكم؟ كنا تملي بنقول الحكم بتراجع الصورة، ما عندوش رفاهية إنه يعيد مرة واثنين وثلاثة، ها؟ بقت فيه. ياخد قراره. بقت فيه. طيب وكنا بنلوم على الاستوديوهات إن أنت عندك الرفاهية دي، الحكم ما عندوش الرفاهية دي. الفار بقى عامل زي استوديو التحليل، قاعد برضه بيحلل اللعبه في ساعتها. يبقى في ايه مجال انك تسيب للحكم الراي الاخير؟ لا، الا اذا كان في حوار والحكم يقول لك اصل انا ما احتسبتش بناء على اللقطه، انا احتسبت يعني ممكن يكون سمع كلمه، سمع تصرف، سمع شاف حاجه ما الفار ما لقطهاش. يقنع الفار بيها بقى. أيوة. ويقول ايه الاسباب اللي ادت انه يختلف مع الفار. لكن ان انا انت مش قلت كلامك، سلام عليكم، انا رايي كده، لا، دي عامله مشاكل ومضيعه بهجه اللعبه. وبعدين ما بيوريكش فين حدود تدخل الفار، يعني في لقطه لشيكابالا في المباراه الاخيره، هنرجع هوريها لك، لقطه شيكابالا في المباراه الاخيره مع المقاولين، هل كان الفار يقول للحكم انه ياخد انذار او ياخد عقاب ولا لا، مع واقع انه التدخل الفار مش في الانذار، تدخله يا يطرد يا يحسب جول يا الاوفسايد، يا جوه يا بره يا اوفسايد، الاربع حالات. لكن هنشوف وقعه شيكابالا في مباراه المقاولين. دي بقى دي المنظر سيء جدا. هنا الغلطان في الكره دي على فكره مش شيكابالا، الغلطان في الكره دي ثانيه واحده، الغلطان في الكره دي مساعد الحكم وحكم المباراه. ان ما نلاش الحكم. طبعا طبعا. يعني شيكابالا خلاص لعيبه هيتنرفز هيتعمل كده غلطان، انما الخطا الاكبر بيقع على مساعد الحكم وحكم المباراه لازم يناديه. الشكل ده لا، على الاقل حاجه لازم يبقى فيها انذار، تحذير ما ينفعش في كره زي دي. لان حتى شيكابالا لما يبص على الكره زي دي بعدها هيبقى طيب اتحاد الكوره والاستاذ مجدي مرزوق
طلع وقال العقوبات واللعيب اللي يتعامل ويعتدي على الحكم او يعترض عليه او وقال مش مجموعه عقوبات. فانا رديت قلت لك ايه بس الناس تقول هي المشكله انت هتعتمد على ايه النهارده لما يبقى كل الناس شافت هذه اللقطه محدش كتب حاجه ويقابلها ان في لعيب اتطرد بعد المباراه وفي لعيب تاني هو داخل اوضه اللبس بيطرد او الحكم بيكتب يبقى توحيد المعايير هي الاشكال. الحاجه اللي قدام الناس كلها يا جماعه ازاي بتتجاهلوها؟ الراجل ده لازم يتحاسب ايا كان اللاعب. انا مش بقول عشان شيكابالا او غيره، انا بقول هنبتديها كده هيجي لك واحد بقى اما تعملها مع لعيب تاني يقول لك اشمعنى حسبت دي وما حسبتش دي. ايوه انت خليك مقنع. هو يعني لما الناس تقول لك المهم العداله، والله العظيم المهم العداله، هو في خلاف؟ المهم العداله في ايه؟ انك ما تتناقضش مع الراي العام، ما تتناقضش مع الصوره، مع المشهد. واحد معاييرك، خلي قرارك بلا عاطفه. وخايف من ايه؟ انت واحد جالك ادعي الحكم، ما انت بتعملها كتير، انما تبقى بديع حسابات. انا ما بقولش ان هو يعني منحاز او له لون، لكن بديع حسابات كتير. يقول لك ونعمل مشكله بدري ليه لنفسي؟ لا، اعمل مشكله بدري مش لنفسك، اعمل مشكله تحط نقاط على حروف، لانك انت هتحسبها في وقت تاني. انا متاكد هو نفس الشخص لو حصلت له في مباريات اخرى مع لعيبه اخرى هيحسبها. فخلينا بقى نقضي على يا استاذ مازن، اذا كنت عايز احاسب الناس لا حاسبها بقى، واللي ما يكتبش عندك الصوره وتحاسبه على الصوره وتاخد قرارك العقابي على الصوره. خلينا كلنا نلتزم بوحده المعايير. طيب، رجل المباراه في لقاء الاهلي والمقصه كان كهربا، والحقيقه تالق وقدم مباراه جيده جدا، ساهم في ضربه الجزاء وسجل، لكنه كمان كان بعد المباراه مباشره ضيفا على الزميل سيف زاهر. وهنا استوقفنا في حوار كهربا المطول نقطه مهمه. فاكرين حكايه المعديه والكوبري؟ اصل الاهلي هرب كهربا علشان يضيع على الزمالك الدوري. الاهلي عمل مشكله والمهندس عدلي القيعي حجز له مش عارف في البرتغال ولا فين وسافر عشان يرجعه. وحته الانطره اللي انتوا بتسمعوها دلوقتي كهربا في الاهلي ومشاكله مع الزمالك انتفى سببها ومصدرها. النهارده مع سيف زاهر مش في شاشه الاهلي، كهربا بيقول موقف الاهلي من التفاوض معاه امتى، ولما سافر من الزمالك للخارج هل الاهلي كان على بينه ولا كهربا كان رايح فين بالظبط؟ نشوف. لا انا موضوع الاهلي جه وانا هنا، انا كنت اصلا رايح بيراميدز. قبل ما تسافر؟ موضوع الاهلي جه لما انا رجعت مصر في شهر. رجعت من البرتغال. رجعت من بيراميدز. يعني انت رجعت من البرتغال؟ رايح بيراميدز. انت كنت راجع على بيراميدز؟ اه كنت همضي في بيراميدز اصلا. اه. يعني بصراحة ناس محترمة فلوس كويسة طبعا. كنت هتقفش في العالم. كلموني يعني. الصراحة والله والدنيا تمام يعني بس يعني ما حصلش نصيب يعني ان ليه بقى؟ ما انا ساعتها الاهلي كلمني، انا كنت يعني انا خلاص يعني كان نفسي الاهلي هو اللي يكلمني. اه والاهلي اداك فلوس بيراميدز؟ الاهلي اداك فلوس؟ لا. انا عمري ما رحت الاهلي مش الفلوس خالص والله يعني. بيراميدز كان اكتر من الاهلي في الفلوس؟ ده كان اكتر بكتير قوي. بكتير قوي؟ كتير قوي قوي يعني قوي كمان والله العظيم. اه يعني بس هم محترمين جدا يعني بصراحه يعني. اه فكنت انا مستني الاهلي، حتى يمكن انا لما قعدت معاهم يعني قلت له انا انت عارف ان انا معاك بس هديني بس اسبوع استنى بس لو في الاهلي كلموني اروح. طب انت ما في الاهلي قلت لهم مثلا انا جاي لي كذا من بيراميدز؟ قلت لهم. قالوا لك ايه؟ قالوا لك احنا الاهلي. لا قال لي يعني بص هم طبعا يعني اتكلم معايا بصراحه يعني قال لي احنا النادي الاهلي وانت ابننا بس الاهلي يسوى فلوس. النادي الاهلي يسوى فلوس، التيشيرت يسوى فلوس كلها دي حقيقه. يعني انا كنت المفروض ادفع فلوس عشان اصلا نادي التيشيرت بصراحه. والله العظيم والله العظيم يا كابتن يعني شايفه. انت سبت ملايين كتيره عشان تروح الاهلي؟ طبعا اللي انا بشوف في النادي الفتره دي اختلاف غير طبيعي من ساعه ما دخلت النادي. يعني كهرباء بيوضح انما الناس هتقفز. هي دي الحقيقه يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم،
ما هو كهربا في الكواليس بيراميدز اللي كان ورا التفاوض معايا وانا في البرتغال، وانا سافرت من الزمالك راح البرتغال وراجع على بيراميدز وموعود بفلوس كتيره، قال له اكتر من الاهلي، قال له كتيره جدا، لكن لما اتقال لي ممكن تيجي الاهلي سبت كل حاجه. وبرضه الحوار ده يعني كان مبادرات من وسطاء بييجوا يكلموا الاهلي، اه هو حابب انه يجي الاهلي وممكن يجي الاهلي وكده، والاهلي كان بيدرس الموقف من الناحيه الفنيه ومن الناحيه القانونيه كمان. اه فما كانش الاجابه فورا. ايوه ده يعني خدت وقت في الدراسه، وفايلر الراي فيها في الاخر، وجاء هو باصراره انه يجي النادي الاهلي. قال لك انا ادفع فلوس وارجع الاهلي. عشان كده يا ريت الحياه تبقى باينه، عشان برضو الاخوه بتوع الكوبري والانطاره وصفروا ورجعوا تبقى واضحه بالنسبه لكم. كهربا سافر من الزمالك على اساس انه هينتقل الى بيراميدز. حصل تقاطع بعد كده انه طب ما يجي الاهلي. ساب كل حاجه وقال لك ده انا ادفع فلوس وارجع الاهلي. يا ريت تكون الحقيقه وضحت. لكن لو قابلت نجم كبير جدا، كبير واسطوره، تتصور معاه ولا يحصل لك ايه؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قبل الفاصل بداية الأهلي للدوري، والخسائر توقفت عند غياب ناصر ماهر بسبب إصابة في الكتف، هيغيب حوالي شهر، وطبعا جونيور أجيب من الأول عنده إصابة ثبت إن هو محتاج من شهرين لثلاثة للعلاج منها إن شاء الله. عشان لما الناس بتتكلم على تدعيمات الأهلي وحاطط لاعب كم لاعب في كل مركز يبقوا عارفين حجم الضغوطات والإصابات الكتيرة اللي بيمر بيها الفريق يا باشمهندس. شيء الحقيقة مش مفهوم، يعني مفيش مباراة تكاد تنتهي الا باصابه، واصابات كلها بتخليك اللعيب بيبعد مده يعني. صحيح. نتمنى لكل لعيبتنا السلامه، لكن زي ما انت بتقول يعني الموجودين يقدروا ان شاء الله باذن الله. قلت لكم قبل الفاصل لو قابلك لاعب قيمه كبيره اسطوره، وانت راجل لعيب كبير محترم برضه، تقدر الاسطوره وتقيمها وتقدرها وتفرح تتصور معاه ولا تبقى خاين؟ ولا تبقى خاين؟ احمد حسام ميدو نجم مصر ونادي الزمالك قابل الاسطوره الكبيره الكابتن محمود الخطيب والاسطوره الاداريه الكبيره جدا الكابتن حسن حمدي، احتفى بيهم ميدو باخلاقه وبكونه راجل رياضي عارف قيمه هذه الرموز وهذه الاساطير الرياضيه الكبيره. بقت مشكله استاذ ابراهيم، مش مساله ان تقابل اسطوره. آه. لان هو رخر هيقول لك ما هو كمان لعيب كبير واسطوره. ايوه القصه مش كده ابدا. القصه المستوى الانساني اللي بقينا بنحاسب بعض عليه. انا ممكن اقابل واحد بيني وبينه خلاف ومشاكل، لكن اللقطه حطتني في مواجهته، مد ايده لازم امد ايدي، نسلم على بعض. دي يعني هو انت لما بتلعب ازاي وصلنا لكده؟ لا انا عايز اسالك سؤال. الفرقتين مش بيسلموا على بعض؟ وهم نازلين عايزين يغلبوا بعض. هل ده لما تسلم على المنافس بتاعك وتتبادل الشارات بتتنازل له على الماتش ولا بتتنازل له عن عاطفك؟ ايه ده؟ حد هيساوم على علاقه ميدو اللي مخصص برنامجه يكاد يكون 80% من برنامجه مخصص للدفاع عن الزمالك، ودي مشاعره هو حر فيها. احنا ولا نناقشه ابدا. صحيح. فيما يخص علاقته بالزمالك، لكن بنناقشه لما يقول حاجه ليه علاقه بينا احنا في الاهلي. فميدو انه يروح، اولا ميدو هو في جونة عنده بيت وعنده لانش وبيروح يصطاد، متواجد. كابتن حسن بيحب يصطاد هو والجروب المجموعه دي. فمره يروح اسكندريه مع الحاج فرج عامر، او يروحوا الجونة، او يروحوا شرم الشيخ. فلما راحوا الجونه التقيا، ما راحوش مع بعض. حتى لو راحوا مع بعض هو قال هو انا لو قابلت ميدو، احنا ساعات بننتقده هنا في حاجات، لكن لو قابلته مش هسلم عليه، ولو تصورت ابقى خال للاهلي او هو خال للزمالك هتسلم عليه بالحفاوه والتقدير. الاستاذ مرتضى كنا بنلتقي بنسلم على بعض، هي مش شغل بقى نقابل نروح كل واحد باصص في الناحيه الثانيه. ايه ده؟ ازاي تمشي الدنيا كده؟ لكن كلنا كل واحد مواقفه معروفه معلنه واحنا ثابتين عليها. فما كانش ينبغي ابدا ان يكون الحساب هو انت سلمت عليهم ليه؟ ولا قابلتهم فين؟ ومش عارف ايه؟ والربط بقى انك انت
دول بيتلموا عشان يعملوا مؤامره، هو اما يتلموا ويعملوا مؤامره هيتصوروا ليه؟ يعني هو اللي عايز يتصوروا ولا يصطادوا سمكه برضه، هيتقابلوا في حتت انت مش هتعرف هي فين. اللي بيعمل مؤامره دايما بيداريها في الخفاء، لكن الناس لما تبقى بالوضوح دي في حياتها الاجتماعيه ده حاجه تطمئنك ان الدنيا على المكشوف، مفيش حاجه، في سوء نيه. يا جماعه ما ينفعش ابدا المستوى يوصل لهذا الحد، ما ينفعش نحاسب بعض على لقطه سلام. اسمعوا الاستاذ عمرو اديب. ميدو لعيب كره شهير اتصور مع كابتن الخطيب، اللي اتعمل في ميدو اهو، ادي الصوره، اتصور مع الخطيب. هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ في ايه؟ مصر كلها بتصور مع الخطيب، وانا كنت عامل انترفيو مع الشناوي، فيها ايه؟ فيها اما ميدو يطلع مع الخطيب. خفوا شويه، خفوا شويه، احنا بني ادمين. اصله الزمالك والاهلي دي مش ديانه، مش دين، مش 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 مافيا، ده كوره يا جماعه، واحنا بني ادمين. ده ميدو وده محمود الخطيب، ده الكابتن الخطيب. انما يتعمل له هاشتاج وبعت النادي والخيانه، وطبعا ما هو ايوه، ما انتوا عايزين تهدوا النادي، انت بتتصور مع الخطيب. هو في ايه؟ ما يتصور مع الخطيب. فريق الزمالك كله ما يتصور مع الخطيب، فيها ايه يا جماعه؟ خفوا شويه. الموضوع ابتدى يبقى مريض، بقى مرضي. يعني انا فاهم الهزار بقى كده يا ميدو، مش عارف ايه، برضو انت يعني انت رايح تلعب في الاهلي، هزر معايا يا اخي. ايوه طبعا، ما انت من زمان بتحب الاهلي، حاجات كده. انما شتيمه قليله الادب وتشكيك في الراجل وانه خاين للزمالك. هو ايه الزمالك ده بقى وطن يا جماعه؟ ديننا والله بيطلب مننا كده، اللي نرد السلام، نتعامل، وخيركم من بدا. يعني حتى انت لو بينك وبين حد خلاف، خيركم من بدا دي تعاليم ديننا، دي سماحه ال 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 القيم يعني الانسانيه، القيم الانسانيه اللي ديننا بيطالبنا بيها وكل الاديان. هذا ليس معناه انك انت لما تسلم على حد انك بتتنازل عن حقك الذي تراه او موقفك اللي انت مقتنع بيه. وانا لما بقول بقابل فلان ولا علان بسلم عليهم، لما يسلموا عليا لازم اسلم. طيب في ظروف مرضي، ما كل الناس كلمتني وشفت مكالمات من ناس لم اتوقع انها تتواصل معايا، وكنت ممتن وشاكر لتواصلهم، لازم وجيت شكرت على كل الناس. طبعا طبعا، لان الله هو ده. انت عايش ليه؟ عايش عشان تكره؟ لا، عايش الاساس انك تعيش عشان تحب. تحب، لكن كمان وانت بتحب، ما انتش بتحب مغيب، انت بتشوف حقوقك بتدافع عنها، بتحب باحترام. انت لم يتنازل احد عن موقف. لو سالته مين اللي مش عارف ايه في اي قضيه، هيقول لك الزمالك. لكن انه يسلم ويتكلم ويتواصل ويطلع يصطاد معاهم وينبسط ويعيش يا جماعه، هو ده الاهلي وهو ده الزمالك وهي دي الرياضه، واحنا طول عمرنا هي دي الرياضه. هو كابتن خطيب لما خد الكابتن حسن شحاته، انا عارف حياه ليه، عشان يقول لهم يا جماعه احنا مش بنلعب رياضه، احنا مش اعداء، ارجوكوا اهو ارجوكوا احنا بنلعب رياضه. ايه ده؟ انتوا وصلتوا كده لفين؟ وصل ايه اللي وصلكوا لكده؟ الناس اللي بتقود احيانا شوية الناس اللي تسربوا، اللي اقتحموا الوسط الرياضي فجأة، اللي خربوا ودمروا واساءوا وغلطوا وجرحوا وتناولوا للاعراض وعملوا مصايب وكوارث سودة. عندما تصبح دي النتيجة يا استاذ ابراهيم، عندما تصبح الكراهية ليها ثمن وتصبح سلعة، ابعث عن من زرع الشجرة الخبيثة، سلعة رائجة، الكراهية سلعة رائجة، كله بيزايد عشان يحصل على الفوائد بتاع المتاجرة بالكراهية، تكون دي النتيجة. محدش قابل التاني. احنا يا جماعة لازم نقبل الاختلاف، التحضر، الإنسانية،
قيمتك انك انت تقبل الاختلاف وتسعى الى المقدمه، هو دي قيمتك. انما كل كلامك انك انت بتكره وعايز تكعبل وعايز تخلص وعايز تشوه وعايز تبتز وعايز، هذا ليس لا فيه معايير انسانيه ولا حقق لك انتصارات ولا يعمل لك انتصار حقيقي تفخر بيه. احسن حاجه في الدنيا الانتصار في الرياضه هو انتصار على النفس قبل ان يكون انتصارا على المنافس، انك ازاي تنتصر على نقاط الضعف. اول انتصار على نقاط الضعف انك لما تتسامح وتسلم على المنافس بتاعك. واحنا لما بنقول اعملوا ممر شرفي للكسبان ليه؟ ولما الكسبان يعمل ممر شرفي في نهائي الكاس لطلاع الجيش، هو 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 ده مش كان مرهم للخسران؟ ما ريحش الخسران وانت كسبان كده كده. عايزين نعلي هذه المعايير الانسانيه، مش ان احنا نحاسب الناس عليها. وعايزين نسمع كمان الاستاذ احمد موسى. ما ينفعش في الكوره الناس عماله تشتم بعض. الكوره حب، شجع وشجع وحب فرقتك زي ما انت عايز، ولكن ليه نقعد ناس تشتم في بعضها؟ ليه؟ دافع عن فرقتك زي ما انت عايز من غير ما تشتم الاخر. ليه روح العدائيه في الكوره؟ ليه حولناها كده؟ مفيش حاجة تستاهل في بلد، في مصر، في مصر قبل أهل وزمالك مصر. كفاية روح التعصب دي، روح صعبة جدا. الملف ده لازم يتقفل، هياخد وقت اه بس لازم يتقفل. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أستاذ كرم جبر رئيس مجلس أعلى الإعلام عاملين مبادرات محترمة، أستاذ عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عاملين مبادرات محترمه، على الاستاذ حسين زير رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام مبادرات محترمه لا للتعصب وشغاله. هياخد وقت معانا وجهد اه بس يعني مواقع التواصل الاجتماعي عامله مش رهيب. هو ايه اللي جرالنا يا جماعه؟ ليه جرالنا؟ ايه اللي جرالنا؟ ما تحب زي ما انت عايز فرقتك وانا احب فرقتي زي ما انا عايز. في الاخر في حدود. ايه اللي يعيب اي حد يبقى صديق فلان اهلاوي او زملكاوي؟ ايه المشكله؟ اسماعيلي، ترسانه، محله، الواحد في تقريبا كل الانديه. ليه الناس وصل لمرحله انه مش مستحمله كلمه؟ هو استاذ ابراهيم لما برجع بالذاكره انا كنت بروح الماتشات من ايام الجامعه انا والكابتن محرم الراغب والكابتن ابراهيم الخليلي وهمام الشريف والاستاذ الكبير محمد شتا، وكان معانا الاستاذ ممدوح عباس، وكنا نروح نقعد كلنا بنشجع جنب بعض، ولما نقعد مع بعض نسهر كان علاقتنا اسريه حتى مع بعض، ولازم نلتقي في كل المناسبات مع بعض. حضر افراحي وحضرت افراحه واولادنا استاذ ممدوح. لكن هل هو تنازل عن زملكاويته ولا انا تنازلت عن اهلاويتي؟ هل لما تنافسنا على لعيب عمل حساب ان انا ولا انا عملت حساب؟ احنا تنافسنا على الكابتن احمد فتحي، عملت مداخله ثانيه وقلت لهم انا عايز اطلع الحق اخلصه قبل ما يروح مننا، واحنا اصحاب واحنا على المستوى الانساني بنحب بعض، على المستوى التنافسي لا، هتنافسك وتنافسني. يا جماعة الأحوال بتتغير، نوافذ الحب بين الجماهير بتتفتح، العلاقات الطيبة بترجع. بعدين يا أستاذ إبراهيم ساعدوا وشجعوا على كده، ساعدوا وشجعوا في السوشيال ميديا. كفايات التحفيل والتهبيل والتحميل على المنافسين، كفاية. خلينا فعلا زي ما كله بيجتز، أنا ملاحظ بيجتز هذه الشجرة الخبيثة، نساعد فعلا للي قاله الأستاذ أحمد موسى. مصر، مصر وصورتها الرياضية، مصر وعلاقة أنديتها مع بعضيها، مصر وحفاظها على رموزها ونجومها. هو ده الاهلي وهو ده الزمالك وهو ده الاسماعيلي والاتحاد وكل الانديه. ارجوكوا نرجع كما كنا، ارجوكوا. قبل ما نطلع فاصل بس انا لاحظت كمان ملاحظه ان ابناء المعسكر الواحد بيزايدوا على بعض بكلام، بتحديف الطوب الناحيه الثانيه. لا لا على بعض بقى، انت عملت كده، انت ما بتحبش، ده انا اللي بحب. يا سيدي انت بتحب اكتر مني، بس ده اللي في ايدي، ده اللي انا اعرف اعمله. انا بشتغل وبأدي دور، انت بتحب ناديك اللي انا بحبه بالصدفه، بس انت راجل ما جاتلكش ظروف انك انت
تمد ايدك في العمل التنفيذي. مش معنى كده نقعد نزايد على بعض بالكلام ده. كل واحد يحب بطريقته، ولكن يحب ما يكرهش، مش مطلوب مننا نكره بعض عشان نبين ان احنا مخلصين للانديه بتاعتنا. ولا نقول كلام ما فيهوش شيء من العدل. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد. زي ما احنا عايزين نتفق على مرحله جديده، علاقات طيبه جدا، وصول العلاقة ترجع بين الجماهير، بالذات الجماهير الكبيرة المؤثرة الأهلي والزمالك، لازم الكل يكون عند مستوى الحدث، لازم نتخلص من كل الآثار اللي فاتت، لازم كل توابع الهزات إياها اللي حصلت ننساها. لكن عشان ده يحصل لازم نتكلم دايما وأبدا على أرضية واضحة، نتكلم في ظروف واضحة جدا. يطلع الأستاذ مدحت العدل بيتكلم، وبرضه في فكرة تصدير المظلومية، تصدير حصول الأهلي على ما هو ليس حق، فكرة ان انا افضل اتكلم على التشكيك في بطولات الأهلي، فيبدأ ده يكون انطباعات سلبية عند عامة الجماهير اللي ممكن تكون الصورة بالنسبة لها مش واضحة. يتقال يا باشمهندس على سبيل المثال، هو مش من العدالة ان الأهلي ما يروحش يلعب في الإسماعيلية وانا كزمالك اروح العب في الإسماعيلي؟ طلع الدكتور مدحت العدل قال ده مع الزميلة لميس الحديدي، نسمعه ونعلم. يعني انا هقول لك على حاجة بعيدا عن التحكيم، هل من الطبيعي ان الاهلي ما يلعبش في الاسماعيلية 10 سنين عشان الامن، وانا العب في الاسماعيلية عشان انا يعني انت بتعاقبني ان انا لما بروح الاسماعيلية ما بعملكش قلق، والاهلي يجازى انه لما بروح الاسماعيلية اصل بحصل قلق؟ طب وانا مالي؟ ما ده في حد ذاته مش فير بلاي. بس خلي بالك مفيش جمهور كده ولا كده، مش كده، لا هنا في جمهور ولا هنا في جمهور، يبقى ده فير بلاي؟ ده مش فير بلاي. لا انا ما اردش القصة. لا ردي. لا انا ما اردش القصه دي، انا ما اعرفش تقدير الامن عامل ازاي. والله والله ما اعرف ارد. اوكي خلاص ماشي، ما اقدرش ارد. الامن اللي بينظم، يعني الامن اللي بينظم حفلات فيها 50,000 و100,000 مش عارف ينظم مباراه كره في الاسماعيليه ما فيهاش جمهور؟ ما هو اكيد يعني مش ممكن الامن اهلاويه او الناس دي اهلاويه. لا يا ستي انا ما قلتش اهلاويه، انا بشرح لك الامن اللي بيقول والامن عنده حق، ده فير بلاي ولا مش فير بلاي؟ مش فير بلاي، ماليش دعوه، ماليش علاقه بالاسباب. الامن عنده حق، الاهلي ما يلعبش في الاسماعيليه صح؟ اوكي الفير بلاي ممكن. الفير بلاي ماشي، ان الزمالك كمان ما يلعبش في الاسماعيليه خلاص، يبقى هو ده الفير بلاي. طالما انه ما بتطبقش ما تقوليليش بقى معايير العداله، وما تقوليليش انت ليه متعصب. اه بتعصب ليه؟ الاهلي ما يلعبش زي ما انا بلعب. طيب انا متفق تماما المره دي معاه، عايزين الفير بلاي، عايزين العدل، كلنا عايزين العدل. لكن المثل اللي جابه ملوش علاقه بموضوع العدل خالص، لان العدل انا ما اروحلوش الاسماعيليه وهو ما يجيليش القاهره، وده بيحصل. يعني الاسماعيلي لو كان بيجي لي القاهره وانا ما اروحلوش الاسماعيليه لا مش عدل. لكن احنا الاثنين بنلعب بره ارضنا، واحده اثنين. طيب امبارح المقاولين العرب ما هم لعبش في ارضه، لعب بره. اه طيب الاسماعيلي والمصري نفسهم لحساسيه الجوار ولاسباب تتعلق بالامن. يا دكتور مدحت ده امبارح اهو. اه المصري والاسماعيلي فين؟ في برج العرب. انت عايزنا نروح الاسماعيلي والاسماعيلي ما بيروحش الاسماعيلي؟ لا يعني بصراحه ده مصر والاسماعيلي في برج العرب. في برج العرب ليه اعتبارات امنيه. اه طب الزمالك واسوان السنه اللي فاتت ماتشين في القاهره وكل تقريبا المنافسين الله اعلم لعبوا، واحنا منهم، احنا لعبنا في اسوان، واخد بالك؟ هتقول لي بقى دي رغبه النادي، مش من حق الانديه تتفق انها اذا كان ده الفير بلاي وانت مش عايز تضع اعتبارات الامن يبقى مش من حق الانديه تتفق. لكن انا موافق جدا على فكره السعي الى تحقيق العداله، بس يعني من غير ما ناخد الامثله اللي هي مش هي دي الامثله، يعني العدل في التحكيم، العدل في الظروف، العدل في كل حاجه. انا ما بيجيليش الاسماعيلي عشان بس تصدير فكره ان الاسماعيلي بيتظلم وانا بتظلم، ما انا بروح العب انا كمان في نفس الملعب المحايد اللي انا والاسماعيلي بنروح نلعب فيه. زي فكره لما كنا بنلعب ماتش فاصل، ليه كنا بنلعب في ملعب محايد؟ عشان ما نديش ميزه لحد على التاني، نفس الفكر. انا ما اروحلوش اسماعيليه. يا جماعه ترويج مظلوميه بهذا الشكل ده كلام فارغ جدا. الاسماعيلي ما بيجيش للاهلي القاهره لاعتبار امني، والاهلي ما بيروحش الاسماعيليه، الاسماعيلي والمصري ما بيلعبوش في خط القناه. مباراه الفرقتين مبارياتهم بيلعبوا في برج العرب.
احنا الزمالك بيروح الاسماعيليه السنه اللي فاتت والاسماعيلي بيجي له القاهره. اذا هو ده العدل. لكن العدل بطريقه ان انا اصدر مظلوميه عشان اشكك في بطولات الاهلي، ده كلام الحقيقه قليل جدا. قيمه الاهلي وقيمه قرارات الاهلي في التواصل مع الثقافات الاجنبيه. ريني فايلر المدير الفني السويسري لما مشي من النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب وهو بيحتفي بهذه الثلاثيه وهذا الانجاز الكبير مع يعقوب السعدي اهتم انه يشكر ريني فايلر ويشيد بانجازه. بيتسو موسيمان المدير الفني للاهلي اشاد بدور ريني فايلر. ديفيد سيزا المدرب المساعد مع ريني فايلر تحدث بامتنان عن تقدير الاهلي. خدوا بالكم ده مدرب سويسري مش موجود في مصر ومش شغال مع الاهلي. نسمعه. كيف تابعت من وجهه نظرك تصريحات سيد رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب في وقت تتويج النادي الاهلي ببطوله افريقيا، وهو يشكر مستر فايلر والطاقم المعاون له خلال الفتره الماضيه على ما بذلوه خلال هذا المجهود؟ هذا شيء طيب جدا. نحن نعرف أن كابتن الخطيب له تاريخ عظيم في كرة القدم، ونحن سعداء بهذه الكلمات ونفخر بها. وأعتقد أنك ترى والكل يرى أن الأهلي نادي كبير، وخاصة في معرفة من يقدمون له الخدمات. هذا شيء طيب جدا أن أعرف أنه قال ذلك، وأنا بدوري أشكره على هذه الفرصة التي منحنا إياها في النادي الأهلي. ما الذي تقوله حيال الانتقادات التي تنال مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي بين حين وآخر؟ مروان محسن لاعب دولي ولعب في كأس العالم في روسيا في الفريق الوطني المصري، وهو لاعب شديد الذكاء ويقوم ببذل مجهود كبير من أجل الفريق، ويلعب من أجل اللاعبين الآخرين، من أجل خلق الفرص للاعبين الآخرين، وهو دائما يتعرض للنقد ونحن نعرف هذا، ولكنه لاعب يلعب للفريق وهو لاعب محترف ودائما يلعب بشكل صحيح ويؤدي بمنتهى الإخلاص في التدريبات، بل ويسجل أهداف أيضا. أعتقد أنه ينطبق عليه ما ينطبق على باقي اللاعبين. ليس من السهل أن تلعب للنادي الأهلي. ربما يجب على مروان محسن أن يعمل باجتهاد أكثر ويسجل أهداف أكثر، ولكن هذا لا ينفي أبدا أنه لاعب عظيم وجيد ولاعب يلعب من أجل الفريق. صحيح. الأهلي ديفيد سيزا وهو برا دولاب العمل بيعكس احترام الأهلي له والتبادل هذا الاحترام وقيمة الأهلي. مهم جدا اللي قاله على مروان محسن، ودي رسالة يا جماعة، لاعبي الأهلي يحتاجون كل الدعم. مش عايزين التوجيه المستمر على طول، احنا عايزين زي ما يكون يعني سبب فشل حتى العلاقات الشخصية، ان كل واحد عايز يفصل العلاقة بمعياره هو، سواء كان مع خطيبته مع مراته مع ابنه مع بنته، والآن مع لاعب الكرة. والوقت يداهمنا مش عارفين نكمل مرة. داهمنا الوقت وانتهت مباراة المحلة بالتعادل 1-1 مع سموحة. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.